شو المعنى الآية في القرآن حيث قال الله حيث قال الله واستغفر لذنبك، قال للرسول واستغفر لذنبك وللمؤمنين، وكيف يقول يكون الرسول معصوم من الذنوب كلها وقد قال الله واستغفر لذنبك؟ أنا أسأله والبيهقي في سننه عن عائشة أن أمرأة قالت لها يا أمه من كتب شوف ويب سايت مش دار قطبي ويب سايت حق بتاع الشيعة يا شبريد كلن بتاع الشيعة اقرأ الويب سايت جيب الويب سايت ويا قايل سبحان الله أم المؤمنين الله قال إيش النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أولى بالمؤمنين مؤمنين شو مؤمنين للرجال والنساء عند الويب سايت والحديث ضعيف والله صحيح صحيح صحته ضعيف صحيح قلب صحيح قلب ويب سايت بتاع الشيعة صحيح بس بتاع الشيعة طلع صحيح بتاع الشيعة بتاع الشيعة بتاع الشيعة ما عندنا هذا الحديث ولك الشيعة ماكو موجود هذا الحديث احنا نروح الحديث بالوراثة شو الحديث شو الحديث قل لي جاءت امراة الى الرسول الى عائشة فقالت لها يا امه انت بس اكتب أنا لست بأمك أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم قالت عائشة أنا لست أم نسائكم أنا أم رجالكم تمام إحنا راح نطلع من ناقل الحديث أنا لست أنا لست إحنا ما بنأخذش منه أي واحد أستعزه بنقول لك حديث ولا كذاب بجيب لك حديث من عندي أنا لست أم رجالكم أنا لست أم نسائكم أنا أم رجالكم لست أم نسائكم عائشة أم المؤمنين والمؤمنات طبعا بس احنا نعرفها بطريقتنا شنو معنات الأم طريقتكم يعني معناته تقدر تطلع الحجاب معنى إذا أمك صدق شو تخلي حجاب بينك وبينها قاعد يقول لك القرآن صحيح شنو معناته حط حجاب بينك وبين امك لازم تعرف شنو معناته مو معناته ما شاء الله ام المؤمنين حبيبي باللغه الله معناتها ان لا تتزوجوا منهن لان ابن عمها طلحه اراد يتزوج قال والله لئن مات الرسول لنتزوجن من عائشه لانه يتزوج منا ولا نتزوج منه فنزلت الايه الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم يعني معناتها ما تتزوجون منها هاي مثل امكم او ماكو واحد يتزوج امه صحيح. مو معناتها انه هاي امك يعني خلاص هاي فضيله مو فضيله هاي لغه الله الا تتزوجوا منها شلون امك وبعدين يقولها ومن تاتي بفاحشه منكن سوف يضاعف لها العذاب طيب وشو الفاحشه اي فاحشه اي سيئه لحظه ما بيجيش بالقرآن مثلاً تحذير لحظة أخوي قال القرطبي عن هذا عن هذه الآية لحظة راح دور لي واحدة متأكد أي فاحشة لو أنا سامع يعني لا 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 لحظة فاحشة بعد شلون ونفس وما سواها فألهمها فجورها قال القرطبي من زكاها وقد خاب من دساها كذبت معناته إنه الزنا الفجور معناته أي لحظة قال القرطبي عن هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاص على قولين مسألة اختلافية شنو مسألة اختلافية ولك يا مسألة اختلافية ولك عائشة بين العلماء ولك أم المؤمنين تقول بين العلماء ولك أم المؤمنين هاي العلماء كلهم الجرار السنية بن تيمية خلي الحديث ما يشرح الآية الحديث ما يشرح الآية ما شاء الله العشاء ما يشرح الآية ليش السنة وجدت لا عايشة أنت ضعيف وأنت ما لا ترد عليهم لا 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 مش حديث مش ضعيف لا ما تكلم أنا أقول لا بس في مسألة اختلاف أنت مو لا لا الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه اختلف العلماء كما قال القرطبي هنا بس أنا عندي أسئلة شيعة قالوا عندهم 12 إمام إمامة حسن حسين علي محمد الباقر موسى الكاظم علي الهادي علي الرضا وحديث الكساء شمل 4 أنفس خمسة والرسول 5 علي فاطمة حسن وحسين
فما هو الدليل على الإدخال غيره موسى الكاذب؟ وهذا حديث الكساء شمل أربعة أنفس. حديث من وين دخلوا؟ فما هو الدليل على الإدخال؟ أنت ما تفهم. أنت ما تفهم. اقرا حديث الرسول كلامي. اقرا حديث الرسول أئمتي من بعدي 12 لا لا لا. الامراء من بعدي حديث الامراء اي الامراء 12 شوف خلني اعدد لك خلني اعدد لك ايش قلت لا 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 انا ما يخصني لا اخويا لحظه اولهم الامام علي تمام صحيح صحيح مين صحيح السنه ولا الشيعه ولا صحيح مين هذا لا لا من الحديث مش من اهل السنه مش من اهل السنه عارف انت بتحاججني اني سني انت بتحاججني انا اخويا خليني اكلم اخويا اخويا عندك لا 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 عندك انت ابو بكر اول الائمه اخويا لحظه انا اساله اسئله بس هو ما يجاوبني اخويا لحظه لحظه اخويا طلعتوا قدام موزيه اخويا لحظه حبيبي عندكم انتم انا اسالك بس انا اسالك حديث الكساء شمل اربعه انفس علي وفاطمه وحسن وحسين من فما هو اسالك فما هو الدليل فما هو الدليل على الادخال غيرهم في التطهير في التطهير قاعد اقول لك فما هو الدليل كانك فما هو الدليل قاعد اقول لك هذول اللي تحت الكساء الله اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقال الرسول الحسن والحسين امامان قاما او قعدا وابوهما افضل منهما هذا متفق عليه هاي شمل اربعه انفس اما البقيه التسعه فما هو اسمعني التسعه التطهير ما دام ذولا اكو ثلاثه اكو تسعه بقيه فايش قال الرسول قال ائمتي من بعدي 12 وقال الله في القران ائمه يهدون اسمع ائمه يهدون بامري بامرنا ائمه يهدون الشيعة. بامرنا حديث الشيعة يا ائمه هذول اللي يهدون بامرنا حديث الشيعة مش من اهل السنه حديث الشيعة تعرف ليش انت لما بدك تعطي لا لا لحظه لحظه اخويا لحظه اخويا اخويا لحظه لا لا اخويا لا خليني اكلم اخويا خليني اكلم مش من اهل السنه هذا الحديث كلام فاضي كلام فاضي الشيعة روح دور تمام تمام احنا لما نتكلم نتكلم ماشي احنا نتكلم بالراوي بالمخرج مو بس بدك شوف عن عن ما فيش راوي عن مين ما فيش راوي ابدا نعرف اللي نقل الحديث هل هو بالله عليك خليني اكلم اخويا حتى ادم الى وصي أخويا خليني أكلم لهم أوصياء إلا نبيكم محمد صلى الله عليه وآله منعتوه من وصايا إلا هو فقط من الأنبياء كلهم انت ما تردون إلى وصي ليش؟ لأن تردون صحابة أنت ما تجاوبني في البخاري لا عارف حديث الكسائي في البخاري من يقصد؟ أنا عارف حديث الكسائي شنو حديث الكسائي؟ أنا قلت لك أنت فهمت السؤال؟ واحدة واحدة اسألني هل الرسول هل الرسول يلعب لما وضع الكسائي؟ شنو معناه؟ أنت فهمت سؤالي أول أنا سؤالي لك شنو معنات هذه القماشة؟ شنو معنات ليش شو سؤالي؟ وضعها شو سؤالي؟ الرسول؟ شو سؤالي؟ زوجات النبي لا لا شو سؤالي؟ شو سؤالي؟ شو أسألك أنا؟ شو أسألك؟ شو سألتك؟ أنا سألتك أعد مرة ثانية أعد لك مرة ثانية لحظة لحظة أنا أعد مرة ثانية لحظة أنا عارف حديث الكساء حديث صحيح موجود صحيح؟ أنا أحنا عارف زوجاته مو معاه أنا أسألك أنا أسألك أنت قلت لي حديث الكساء شمل أربعة أنفس أعد لك مرة ثانية سؤالي خمسة علي والرسول خمسة لكن أنا قلت عند الشيعة زين. علي فاطمة وحسن وحسين وبعدين قال الرسول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أنا أسألك وأنا أسألك فما هو الدليل على الإدخال غير هذه الأربعة فاطمة وحسن وحسين وعلي في التطهير انت تتكلم عربي ولا من يعني عيد مره ثانيه اعطيني حديث حيث قال النبي ان موسى الكاذب من بعد 12 موسى الكاذب من اهل البيت موسى الكاذب من اهل البيت أب محمد الباقر من اهل البيت الصادق لو ما امام من المعلم مالته ولك الحنبلي والشافعي والمالك وما هو الدليل على التلمذه على ايده التطهير جاب علمه هذا عمره 6 سنوات وصار امام جعفر الصادق منين جاب علمه ما يجوب ولك جاوبني جاوبني جاوب اذا ما عندك جعفر الصادق امام منين جاب علمه انا سالته لا انا سالته ما جاوبك انا سالته حديث الكساء شمل اربعه علي فاطمه اعطيك دليل علي فاطمة وحسن وحسين بابا انا جاوبك انا اساله فما هو الدليل على الادخال حديث الرسول غيرهم في التطهير
وهل سمى النبي صلى الله عليه وسلم محمد موسى الكاذب، وهل سمى النبي محمد الباخر، وهل سمى النبي علي زيد علي زيد العابدين، علي الرضا، علي الهادي، وهل من وين دخل في هذا الحديث؟ انت خليفة، منين جبت ابو بكر الامام؟ اوكي خلاص، انت ما عندك وسيله. قاعد اقول لك ائمتي، حديث الرسول ائمتي، ما عنده وسيله. شلون ما عندك؟ من وين دخلوا في تطهير حديث القساء؟ انا اريد اشدك بدون ما امصدك. فهمت سؤالي؟ فهمت سؤالي؟ شوف الحديث ائمتي من بعد. فهمت سؤالي؟ من وين؟ بخاري. ائمتي شو؟ 12. شو؟ أئمتي من بعدي 12. صحيح البخاري، سبحان الله. شوف قال لي صحيح البخاري. صحيح البخاري. إنا لله. أنت لا تطلع كذب. طلع موبايلك. طلع موبايلك. أوكي خلاص. الأئمة من بعدي 12. خلاص صحيح البخاري. الأمراء من بعدي 12. وخر وخر من كم؟ الخلفاء من بعدي 12. من بعد 12. الخلافة خلاص. لحظة، هو قال صحيح البخاري. نعم هذا الخلافة. أقول لك أنت عبالك تقعد تعلمنا الدين. الخلافة. أقول لك أنت منين جاي؟ الخلافة. أنت كلمات أئمة 12 في البخاري. 12 صح؟ 12 في البخاري. أقول لك أنت تفسر الله يقول لك امسح رجلك. صحيح البخاري. كم وكم آية وكم راح صحيح؟ كم رقم؟ كم رقم؟ بس بس أنت كذاب يا أخي. كم رقم؟ كذاب وأنت مو كذاب. شوف اكتب. كم عنده رقم؟ رقم الأحاديث؟ يا حبيبي اكتب. يكذب بس اكتب. يكذب يكذب يا حبيبي. لا رقم، اعطيني رقم الحديث. اكتب موبايلك حتى لا تقول هذا الموبايل. رقم الحديث موبايلك. لا اعطيني رقم. هو يشوف الحديث ما يعرف الرقم. انت اكتب وانا اكتب. سبحان الله. شوف هذا يا حبيبي. شوف هذا. شوف شوف ده اداء اردور. انا الي راجعون. شوف ده اداء اردور. قال الشافعي ما رايت اهل الاهواء اهل الهواء اهل الهواء بس العربي. ما رأيت أهل الهواء أشهد بالزور من الرافضة. من الرافضة. والله شعار الشيعة كذب. خليه شعار الشيعة كذب. شوف منين. أنا أتقي والناس. لا لا شوف بمن يطلب العون منين. شو حديث الرقم؟ عبالي من واحد شيعي. حديث الرقم. لو قايل واحد شيعي. حديث الرقم. حديث الرقم أعطيني. الأئمة من بعدي 12 على إمة عشر. زين ودوس جو رقم الحديث يا اخي. يا رقم الحديث مو هسه راح يطلع لك. شوف انا لما اقول حديث لك حديث انا اعطيك الرقم الحديث 12 خليفه. شوف حديث ال 12 خليفه تدوس عليه. ويكيبيديا سبحان الله. ويكيبيديا سبحان الله. ويكيبيديا والله العظيم. ويكيبيديا ولك ما فيش رقم في صحيح البخاري. خليه يولي هذا. خليه يولي. كذاب 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 انت والله الكذاب. ويكيبيديا اخويا. شوف اخويا شوف ويكيبيديا 12 اماما كلهم من قريش. ويكيبيديا من قريش. من شوف شوف هذا منو؟ هذا اسلام. اسلام هذا منو هذا؟ سبحان الله. وين الحديث؟ انا لسه استنى الحديث. ارجع هذا هذا بس بس استنى استنى رقم الحديث. هذا هذا وين رقم الحديث؟ ايش اسمه؟ لا خلي خلي كلام فاضي كلام باطل. صحيح البخاري. كلام باطل سبحان الله. صحيح البخاري. شو الرقم صحيح البخاري؟ هذه ها اذا كنت رقم 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 الحديث رقم الحديث هذا من هذا منو هذا 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 الواقع هذا منو هذا منو الخميس هذا هذا السنية هذا شيعي هذا شيعي الخميس هذا أنا أسألك هذا الخميس شنو؟ من وين السمعان الرسول هذا الأئمة؟ بابا صدق حديث الكساء علي فاطمة حسن وحسين. فما هو الدليل على الإدخال غيرهم في التطهير؟ ما فيش دليل. والرسول ما سماهم هذا كذا كلام باطل. عندي أسئلة ثانية. هذا عندهم تقية والله. تعرف ليش؟ ليش ان الله اما 12 من اولاد حسين مش من اولاد حسن؟ ليش 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 جاوب لي ليش؟ لا تعيد لا تعيد. جعفر الصادق لا. من سلالة الحسن لو الحسين لا. جاوب جاوب لا لا جاوب جاوب جعفر الصادق اللي أخذت من عند العلوم علمائك من سلالة الحسين لو من سلالة الحسن؟ لإيش أنا أسألك؟ وين تسألني مجاوبتك؟ حسن وحسين ولك الله كيف من أهل البيت أمهم واحد يعني أبوهم واحد يعني فلماذا انقطعت الإمامة؟ فلماذا انقطعت الإمامة؟ قاعد أقول لك لا لحظة ليش ما أنا أسألك ليش أطلع جعفر الصادق؟ ما خلصت كلامي. ما كملت كلامي. افهم افهم ما كملت كلامي. ولك عمره ست سنوات الله طالع عليك أخويا
ما كملت كلامي. ولك لو اكو امام واحد غلط كان صار بدينك غلط، مذهبك يصير بيه غلط. لما انا اكلم معه انا اختار لك العلماء وتقول لي احنا مامنين بيه، هذا يجيب مشاكل. هذا غير موضوع. أنا أسألك. معصومين. عمر أنا أسألك. حديث الكساء حسن وحسين منهم صح؟ أنت ليش تسأل وتطفو؟ لماذا؟ أنت ليش تطفو؟ أنت ليش تطفو؟ الحسن الحسين إمامان. اسمع، قام أو قعد وأبوهما أفضل منهما. اجى وراء اجى وراها الله اختار. شوف القران شو يقول، ما خلصت كلامي. ائمه يهدون بامري ليس النبي. انا ما خلصت كلامي. النبي لا يختار. لحظة. النبي لا يختار. انا اسالك ولك يا انا اقول لك لا عاد وين الائمه انت وسؤالك الاول مو تريدني اجاوبك على سؤالك. انت تغير الموضوع. ما اغير الموضوع. تغير الموضوع. من الذي يختار الامام؟ من الذي انت خايف سؤالي؟ من الذي يختار الامام؟ النبي لا يختار الامام. ما يجاوب. من يختار؟ ولك الله اللي يختار الامام. الله يختار. والخليفه والخليفه يختار الله. هل محمد يختار؟ ولك كيف هل محمد اختار؟ وين يختار الله؟ محمد موسى الكاذب. واين سمى اسمه؟ ائمه يهدون بامري. هوايه بالقران موجوده. في القران واين اسمهم؟ وين أسماؤهم؟ وين أسماؤهم؟ في القرآن ولا في الحديث صحيح البخاري؟ من وين؟ أنا أسألك. أنا أسألك. فلماذا؟ ماكو واحد يتصل بي حتى انهزم؟ عندي أسئلة. والله قريب انهزم. أخويا لا تكلم معهم. لا. أرجوكم. هذا عندهم تقية شيعة. انهزم بس. أنا أسأله. أنا أسأله. لا أخويا بالله عليك. لا ترى والله العظيم. لا تكلم. أنا بحياتي ما جيت. والله أحكي لك. ولك شمسي هذا أحسن منك. أنا أسألك. أنا أسألك. فلماذا بحبش يتكلم معك اخويا؟ بسم الله. يهرب لأولاد الحسين أمهم واحد وأبوهم واحد كلهم وكلاهما من أهل البيت. جاوب لي. كيف؟ جاوب لي. تقية. تقية. فلماذا انقطعت الإمارة؟ إذا كنت تتعرف بالإمامة والخلافة أعطيني نص من الله يقول إن أبو بكر خليفة. أعطيني نص من الله يقول أبو بكر خليفة. ما في جواب. تقية. أعطيني نص. تقية. أهل البيت سني. أعطيني نص من الله يقول إن أبو بكر خليفة. يبغضون علي حسن وحسين وهذا يكرهون حسن. فلماذا انقطعت الإمامة من أولاد الحسين؟ لعن الله من كره الحسن. الحسن تاج على الرأس. فلماذا؟ الحسن تاج على الرأس. ما في جواب. الامام المجتبى ولك هذا ما في جواز. وانت ما تعرف على مود البيت. ما في جواز. ترمي حجارك على غيره. سبحان الله. ما في جواز. يا حضر حسن من السيف وضربتوه وسمم وبعدين رحت جبت العنب وسممتوه وهسه تقول لي تكرهوه. ولك هو اللي دغال. هو خلي يقتلوا وما يجوز. ما يجب. لحظه لحظه. هم قالوا واللي قتل النبي من هو؟ قتل النبي من هو؟ من اللي سمم النبي؟ من اللي سمم الحسن؟ وانت تعطي معه. هذا الجزار اللي قتلنا فرنسا الشعب. كله شماعة. هذا ديدكم. اتعلمتوها. كل شيء عندكم خطأ تركوه. اي والله راح احسن لك والله العظيم. والله ساشتري لك عصير. لحظة. بابا تشدت انت ما تعرف تحكي. قاعد اقول لك الخلافة. من هو اللي ناس ناس. قرآن. قرآن. ناس ناس. قرآن. ناس. ناس. هذا شلون احكي وياه؟ ممكن تجاوب لي؟ ناس 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 إمام علي. انت من وعلي يكره على الأئمة البقية. ولك نص من الله بالقرآن. نص نص. انطيني نص نص على ابو بكر انه خليفه. انطيني نص نص حديث نص نص. ويت الى ابي بكر. نص نص. الرسول قال نص من القرآن. نص موجود. تعال ناس. تعال النبي لا يعين. لا يعين النبي. لا يعين. الرسول قال ايت الى ابي بكر. انت صرت احسن من النبي. عينت. اعطيني نص نص من القرآن. يصيح ما يجاوب. يصيح نص. اعطيني نص. انا اسالك. اعطيني نص. وهل يكره عمر علي؟ نص من القران. هو يعرف لان فهمت السبوع الماضي. انا اعطيته بحديث. اعطيته بحديث الرسول.
ما تجاوب لي ولك اعطيني نص من القران حتى اعطيك نص حتى اعطيك نص علي اعطيك نص علي من القران وانت تعطيني نص من القران ابو بكر انا قلت لك انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس ولك افضل النص افضل من الصلاه والصوم والزكاه وكل شيء اكو ناس بالقران انت ما تعرف تقرا ولك سورة الفاتحة ما تعرف معناها إذا جاء الخبر والخطاب روح خليك ويهرب الشيعة الشيعة تقول عمر يكره علي ونجد أن عمر أن عمر يولي عليا بالمدينة وكيف عمر يكره علي مستحيل هم قالوا علي يكره عمر وأبو بكر ونجد عمر تزوج ابنة علي أم كلثوم في كتب الشيعة يا كذاب شيعة ضد علي وضد حسن وحسين تزوج عمره 65 علي عنده أولاد كثير منهم أبو بكر وعمر وعثمان وأين يكره علي علي ما يكره عمر أبو بكر رباها علي رباها وهو أبو بكر قال عمر بن الخطاب لا أطمن زمزم إذا ما يزوجني لا ما أدري شلون لا أجيب شهود اثنين وأقول إنه سرق ما تعرف الرواية أنت ولا تعرف القصة علي انتم تقولون علي كان معصوم وقال لي والرسول افضل من علي وقال الله للرسول واستغفر لذنبك فكيف يكون علي معصوم وقال الله للرسول ايش واستغفر لذنبك وكيف يكون علي معصوم وقد قال الله للرسول استغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات عفى الله عنك لما اذنت له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وكيف يكون علي معصوم عندما صار علي الأمير المؤمنين يلا ايش كذبت بعد افترقت الأمة وتقاتلت فأي رحمة حصلت للأمة من ولاية المعصوم كلام ذا كلام فاضي مستحيل علي مش معصوم من الذنوب كلها وحسن وحسين كمان يعني الله يكذب الرسول يعني الله يكذب والرسول معصوم يعني الله كذاب عنده والرسول معصوم من الكذب من الذنوب يا معصوم طبعا معصوم انت عندك مش لا عارف يعني عندك الله يكذب انت مش ما تعرف حيث قال الله قاعد يقول يعني قاعد يقول هالمره يقول الله كذاب ليش المره يقول ابو بكر ليس بمؤمن والجمع هنا جمع مذكر يكون إذا كان الجمع جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم إذا كان قاعد لك ولكم الرسول إذا كان الخبر حسنة والخطاب جميعا للناس للرجال والنساء يكون الجمع جمع مذكر جمع مثلا جمع مذكر سالم قالوا أتعجبين إذا اجتمع من أمر الإناث والذكور يصير جمع مذكر سالم جمع مذكر صحيح ومع ذلك الله كان يحكي عن زوجة إبراهيم صحيح ايش دخل هاي استخدم جمع مذكر اي بس قبلها شنو قبلها شنو هذه الآية نزلت وقرنا وقرنا نزلت حكم على حكم وقرنا زوجات النبي والرسول ومن يأتي بفاحشة منكن يضاعف لها العذاب ولك حكم حكم بعدين تغير السياق إنما يريد الله ليش طلب الرسول طلب اللهم هؤلاء أهل بيتي فذهب عنهم الرجس الدليل الرسول طلب الرسول أم سلمة تقول ليس من آل البيت نحن ليس من آل البيت أم سلمة تقول أم سلمة أم المؤمنين تقول ليس نحن من آل البيت 27 فقط علي وفاطمة والحسن والحسين علي بن أبي طالب يقول فرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الرسول وقال ألا تصليان وقال علي وقال علي إيش وقال علي إيش الحديث لا تعال أنا أقول أعطيك حديث أيوة أنا أعطيك ذاك الحديث أنت ما تصدقني صح حديث رقم 1100 قول شنو 27 ما أقدر أنتظر قول لا يحل لحظة أقول يلا خلنا ساعدك عيدة مرة ثانية أنا ساعد ترى مو عبالك أنا ناصبي أنا أقدر أساعد أي واحد بالأحاديث يعني يا ما ساعدت شمسي لحظة يجي إيه مثلك شمسي هم ما يعرف
مسه من لمسه. ايه وبعد هوايه صحيح البخاري طيبون للطيبات ما يعرفها صحيح البخاري. هنا الحديث الكساء إيه؟ نفس مثل هذا الحديث. من هو مين كتاب التهجد في صحيح البخاري باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. الرسول يحرمها. هنا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين يعني الرسول أخبرني حسين بن علي وحسين قال أخبرني علي بن أبي طالب. هنا هذا الحديث الرسول حرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة فرقه وفاطمة بنت الرسول بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله علي يقول أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا بعثنا حبيبي فانصرف لحظة فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيء ثم سمعته وهو مول يضرب فقيده وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا عند سيعة هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نزلت على علي صح؟ على علي مثل هذه الآية والله ما أعرف حديث الكساء لحظة حديث يعني الكساء قرأ الرسول إنما يريد الله ليذيب عنكم رجس أهل البيت وهذا الحديث قرأ الرسول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا عند الشيعة هذه الآية نزلت على علي مش كذلك الأمر ما يجري على ما يرام وهذه الآية إنما يريد ليذيب عنكم الرجس الله أنزل من قبل حديث الكساء على زوجات النبي والرسول والنفس ونفسه الجمع إذا كان الجمع إذا كان الجمع إذا كان الخطاب إذا كان الخطاب أنا أقول إذا كان الخطاب والخبر للرجال والنساء يكون الجمع مذكرا عرض على القرآن ونشوف عنكم من أهل البيت عنكم إنما يريد الله يريد يعني عنكم الرجس أهل البيت شنو يعني عنكم ويطهركم شنو يعني عنكم الرسول وزوجاته شنو عنكم الرسول وزوجاته جمع مذكر أنا قلت لك نفس الكلام عكس عنكم نفس شنو الآية مثل الآية عكس عنكم شنو قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم شو عليكم 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 شو اسمه جمع المذكر ولك عنكم وعن جمع المذكر عليكم صح عكس عنكم عليكم وعنكم نفس الشيء جمع المذكر صح ولك عنكم ايش فلماذا لا تقول ان قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته هنا جمع مذكر ويكون الخطاب للرجال مش زوجه ابراهيم وانت تقول لي الجمع هنا زوجه ابراهيم وابراهيم نبي الله ابراهيم نفسه وفي الآية في سورة الأحزاب عنكم مش زوجات النبي شوف تقية والله تقية تقية أنا أقول لك التقية والنفاق دثار الشيعة الشعار كذب الشعار الشعار شعار الشيعة الكذب أقول هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يجوب والله شيء هذا قلت له واش تقول فيه أبو لولو المجوسي اللي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه